فرسان الإسلام قناة الرائعة تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم إليكم اليوم حوار ممتع دار ما بين داهية العرب عمرو بن العاص ومسيلمة الكذاب، حين ادعى مسيلمة النبوة. فقد حاول بعض الناس أن يأتي بمثل هذا القرآن الكريم كمسيلمة الكذاب، وبدأ يؤلف من عندي والشياطين معه قصة طويلة ليقول آيات كآيات القرآن الكريم. وذات مرة كان عمرو بن العاص ولم يكن قد أسلم آنذاك، وقال له: هات ما عندك من أخبار، أنت الآن نبي وتقول أنك نبي، هات ما عندك ما أنزل عليك من آيات. ومسيلمة لم يكن مكذبا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرسل كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أما بعد يا محمد، فإن الله بعثني نبيا كما بعثك نبيا، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسمه بيني وبينك نصفين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكأنه يريد أن يتحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الرسالة الإسلامية هكذا على رأي مسيلمة. وقرأ الصحابة الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: اقلبوا كتابه واكتبوا عليه قول الله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعود للحوار الذي دار بين عمرو بن العاص داهية العرب ومسيلمة الكذاب. قال له عمرو: ماذا أنزل عليك البارحة؟ قال له مسيلمة: أنزل علي سورة كسورة الفيل. فقال له عمرو بن العاص وهو داهية وذكي ولا يمكن أن يخدع بهذه السهولة: أسمعنا إياها. قال مسيلمة: الفيل، وما أدراك ما الفيل؟ له خرطوم طويل وذيل قصير. انتهت السورة المزعومة عند مسيلمة، كما سورة الكوثر 3 آيات وهذه 3 آيات. قال مسيلمة ذلك لعمرو. قال له عمرو بن العاص: وماذا عندك أيضا؟ قال له: عندي سورة الضفدع. قال له عمرو بن العاص: أسمعنا إياها. قال له مسيلمة: يا ضفدع، نقي ما تنقين، لا الماء تشربين ولا الماء تكثرين. وانتهت. فنظر إليه عمرو وقال له متعجبا: يا مسيلمة، والله إنك تعلم إني أعلم أنك كذاب، حتى لو كنت معك فإن هناك أمورا لا تدخل في العقل. انتهى الحوار. وبهذا، رغم أن عمرو بن العاص في هذا الوقت كان لا يزال على شركه ولم يكن قد دخل في الإسلام بعد، ولكن بعقله وذكائه اكتشف كذب مسيلمة الكذاب. إن نالت القصة والحوار إعجابكم، ادعمونا ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.